تعالوا نعمل مع بعض خبز المقلاة السائلة بالعجينة السائلة بأسهل وأبسط طريقة. أنا متأكدة من تشوفوا هذا الفيديو حتى النهاية، كل يوم راح تعملوا هذا الخبز لأن جد طريقته سهلة وبسيطة، ما يحتاج منكم لا دلك ولا عجن ولا حتى فرن. تابعوا الفيديو حتى النهاية. نجيب وعاء ونخلي فيه 3 أكواب من الدقيق، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ربع كوب من الزيت النباتي، ونصف كوب من الماء الدافئ. نخلط المكونات جدا مع بعض بهالشكل، ثم راح نضيف كوب من الحليب السائل بالتدريج. طبعا لازم الحليب يكون دافي، راح نضيفه بالتدريج ونحرك. ما راح لا نستخدم لا ايدنا ولا راح نعجن ولا اي شيء، يعني كل التحريك اللي راح نحركه بالملعقة بطريقة جدا سهلة وبسيطة وما راح تاخذ منا مجهود كثير ابدا. اذا مثل ما شايفين نضيف الحليب ونحرك بالملعقة بهذه الطريقة، هذا هو قوام العجينة المطلوب، يعني ما تكونش سائلة كثير وما تكونش جامدة كثير، يعني هذا هو القوام المطلوب مثل ما شايفين في الفيديو. راح نحركها شوي بها بالملعقة بهالطريقة شوي شوي، ثم عجينتنا صارت جاهزة وهذا هو قوامها المطلوب. راح نغطيها بورق شفاف ونخليها ترتاح تقريبا ربع ساعة. بعد ربع ساعة راح نجيب المقلاة وندهنها بشوية زبدة بهذه الطريقة. بعد ما دهننا المقلاة بالزبدة راح نجيب شوية سميد ونرش السميد في المقلاة بهالطريقة، بنفس هذه الطريقة. الآن راح نشوف العجينة مثل ما شايفين صارت جاهزة، نحركها شوي بهالطريقة. شوفوا العجينة جدا طريقتها سهلة وبسيطة، ما راح تاخذ منا لا عجن ولا دلك ولا مجهود كثير. الآن راح نسكب العجينة في المقلاة بهالطريقة، بعد ما سكبنا العجينة في المقلاة بهالشكل راح نوزعها في كامل المقلاة شوي شوي بهالطريقة. مثل ما شايفين طريقة جدا سهلة وبسيطة. بعد ما وزعنا العجينة في المقلاة بهالشكل راح نجيب شوية زيت نباتي وراح نخليه فوق العجينة بهالشكل باستخدام يدنا طبعا، وراح نخلي الزيت النباتي فوق العجينة مثل ما شفتوا في الفيديو، وبعدين راح نغطيه ونخلي الخبز يرتاح تقريبا نصف ساعة. وهذا شكله بعد نصف ساعة مثل ما شايفين. الآن راح نرش عليه من فوق شوية سميد بهالشكل، والآن راح نخليه في النار. شوفوا يا جماعة النار لازم تكون كثير قليلة، يعني نار بسيطة عشان الخبز ينضج معنا شوي شوي بطريقة جدا بسيطة. الآن خليت الخبز على النار تقريبا 5 دقائق، وجيت أشوف لقيت الخبز إنه من فوق بعدها ما نشف، عشان نقلبه من الجهة الثانية ضروري يا جماعة الخبز من فوق يكون نشف بهذه الطريقة. شفتوا مثل ما شايفين في الفيديو الخبز من فوق صار ناشف، والحين نقدر نخليه على الجهة الثانية، نقلبه من الجهة الثانية باستخدام الصحن نفس ما شفتوا في الفيديو، ونخليه على الجهة الثانية تقريبا 7 دقائق، طبعا على نار تكون قليلة كثير. وبعد 7 دقائق راح نزيد نقلبه من الجهة الثانية ونخلي تقريبا 2 دقائق، وهذا شكل الخبز النهائي. خبزنا صار جاهز مثل ما شايفين، هذا ألذ وأسرع خبز ممكن تعملوه. أنا متأكدة من تشوفوا هذا الفيديو راح تقوموا فورا وتعملوا هذا الخبز، لأن يا جماعة لو أحكي لكم كم هو لذيذ ما راح تصدقوا، يعني ألذ حتى من خبز الفرن، وما راح يحتاج معنا مجهود كثير أبدا.
طريقته جدا سهلة وبسيطة، بدون عجن، بدون دلق دلك وبدون فرن. أتمنى أن الفيديو متاع اليوم يكون عجبكم، وإن شاء الله وصفة الخبز هذه تكون عجبتكم. أتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة.